معايا عبر زوم، لا عبر التليفون، عبر التليفون عبر الهاتف جيرارد نوس مدرب ليفربول الأسبق، يقول لنا رأيه فيما يحدث فيما يخص محمد صلاح. مساء الخير، مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Hello to everyone. It's always a pleasure to be here with you. مرحبا، صباح الخير على كل شخص مشاهد لهذه الحلقة. من دواعي سروري أن أكون معك هنا. لحظات أخيرة أو ساعات أخيرة ويغلق باب الانتقالات في الدوري السعودي، هل تتوقع بقاء محمد صلاح مع ليفربول أم الانتقال إلى نادي الاتحاد؟ حسنا، لحد الآن أنا لست متأكدا بخصوص هذا الانتقال، ولكن في لاعب تخطى عمره 30 عاما لديه العديد من الخيارات. تعلم أن محمد صلاح قد حصل على العديد من الألقاب الأوروبية، وهو الآن في يتخذ قرارا مهما بخصوص لعبه الكرة في آخر أعوامه. لا يعني لو انت في مكان محمد صلاح، هل تختار فريق الاتحاد لو القرار في ايد محمد صلاح مش في ايد ليفربول، تختار فريق الاتحاد ام الاستمرار مع ليفربول؟ I think this is a personal أعتقد أن هذه إجابة شخصية ورأي شخصي للاعب، لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال، وأنا أحترم قرار محمد صلاح. طبعا في لاعب عمره 31 عاما هو يقرر مستقبله، يقرر مصيره، وعليك أن تبقي في عقلك دائما الاختيار الأفضل وتضع أفضل عرض على الطاولة وتقوم بتلبية الطلب أو لا، فأنت تختار العرض الأفضل على الطاولة. في رأيك أو ما رأيك في بداية ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ هل هي بداية جيدة؟ Well, I think it's really interesting because obviously the Premier League has been always the strongest league around the world, and right now. طبعا كما تعرف سيادتكم بأن الدوري الإنجليزي هو أقوى دوري بالعالم. وتعلم جيدا أن هنالك العديد من اللاعبين الأقوياء الذين يلعبون في هذا الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن طبعا هنالك من الصعب تحقيق التوازن في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لمحمد صلاح وبداية ليفربول، لا أعتقد أنهم سوف يخسرون خدمات محمد صلاح في هذا الموسم، فهذا الموسم من الصعب تحقيق التوازن به، فبالتالي ليفربول سوف يحافظ على قوامه ولاعبيه. اليوم أعلنت أو أعلن المرشحين لجائزة البالون دور أفضل لاعب في العالم، جائزة الكرة الذهبية، وتواجد صلاح ضمن المرشحين. هل تتوقع منافسة قوية لصلاح في هذه الجائزة؟ هل يفوز صلاح بهذه الجائزة أم هناك صعوبة في فوزه بالجائزة هذا العام؟ بالنسبة لصلاح، لديه المستوى، لديه الجودة المطلوبة لتحقيق هذه الجائزة الفريدة من نوعها، ويمكنه في يوم من الأيام أن يفوز بها، لما لا؟ فهذا الأمر مؤكد 100%. مع محمد صلاح إذا كان يستحق هذه الجائزة أم لا، ولكن من الصعب تحقيق هذه الجائزة لأن لديها متطلبات خاصة، من الصعب جدا أن تحصل على تلك الجائزة. أكرر هذا الأمر، نحتاج إلى أن تلعب في العديد من مختلف الأندية، تحصل على العديد من الألقاب، فعليك العمل بجد من أجل أن تحصل على تلك الجائزة.
ولكن بلا شك أن صلاح يعد من أفضل اللاعبين وهو من أفضل المرشحين للحصول على هذه الجائزة في يوم ما. وأنا سعيد جدا أن لاعبي ليفربول يترشحون لتلك الجوائز الكبيرة والفريدة من نوعها. جيرارد نوس مدرب ليفربول الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هذا ما يخص محمد صلاح بالكامل.